الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداة. أما بعد، المصريين بيعملوا مبدأ مهم في رمضان، الليل مش للنوم، الليل كمان مش للسهر، الليل للقاء الحبيب سبحانه وتعالى. وعشان كده المصريين بيتهجدوا في رمضان، مفيش نوم، وإزاي يجينا نوم؟ وكأنهم قالوا الكلام الحلو ده، بنسأل المصريين انتوا ما بتناموش ليه؟ قالوا ازاي ننام؟ والله قيوم لا ينام، احنا هنظل سهرانين مع الله مع الوصل، ومين يجيله نوم في الايام دي وربنا سبحانه وتعالى متجلى علينا بالوصل؟ رمضان شهر الوصل، رمضان شهر التهجد، محدش ينام وهو بين ايدين القيوم سبحانه وتعالى. رمضان جميل بين ايدين ربنا.